باي باي فالنتينا. وخلصنا مع فالنتينا وهبدأ معاكم ان شاء الله، معاكم سمر حمدي. هنعمل النهاردة وصفتين حلوين جدا، برضو امتدادا للحاجات النباتية والخالية من جلوتين والحاجات لمرضى القلب والسكر والضغط. خلينا نتكلم في الوصفة الأولانية. الأول هي بيتزا بالتونة وبالريحان وبالبصل والزيتون الأسود لحبايب قلبي الأطفال والمرضى حساسية الجلوت، اللي عندهم حساسية من الجلوتين أو السيلياك. هقول المكونات قبل ما أبدأ كالعادة. معانا هنا عصير طماطم عشان نعمل الصلصة، هحطه على النار ونبتدي نقول مكونات العجين ايه. ده كتير بس معانا بقى طماطميتين مضروبين في الخلاط عادي جدا، هحط عليهم شوية ثوم يعني فص ثوم كفاية قوي، وخلي بقى خلاص الثوم ده انا مش محتاجاه. هحط هنا رشة ملح وزعتر. انا البيتزا صلصة البيتزا محبش احط عليها اي حاجة، بحبها لايت وكلاسيك جدا. هحط رشة فلفل اسود بسيطة و ما عنديش زعتر دلوقتي، بس لو في طبعا متوفر زعتر او ممكن بعد ما اطفي على الصلصة احط ريحان، لان الريحان لما بيتحط في الاول بيمرر. هنبتدي نتكلم بقى في المواد الجافة. قبل ما ابدأ هحتاج دقيق خالي من جلوتين، ما عندناش دقيق خالي من جلوتين، هنحتاج نعمل خليطين، دقيق ذرة ودقيق رز. ودقيق الذرة دايما بيبقى ازيد بربع كوباية او نص كوباية عن دقيق الرز، لان دقيق الرز بيكتم العجينة للناس اللي عندها مشكلة من الجلوتين. دقيق الخالي من الجلوتين هو غالي شوية، عشان كده انا بقول البديل بتاعه عشان لو مش قادرين نجيبه. انا عندي هنا دقيق خالي من الجلوتين، عندي دقيق رز، عندي بطاطس، عندي بيكنج باودر، بيكنج سودا، وبالنسبة للحشو زيتون وفلفل اصفر او اي فلفل متوفر، مفيش فلفل مفيش مشكلة. هنستخدم بصل اخضر وتونة واوراق ريحان. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله. هحط هنا دقيق اول حاجة و ده الدقيق الخالي من جلوتين، معانا دقيق الرز، همسح ايدي بس كالعادة واخلي المية جنبي هنا. وهحتاج رشة ملح وهحتاج خل وهحتاج احط البيكنج باودر والبيكنج صودا وهقلب. في ناس بتحب تدوب الملح في المية، انا هحط دلوقتي بطاطس، دي بطاطساية مسلوقة ومهروسة، وهخليها تمتزج كويس قوي. انا محتاجة الخل هنا ليه؟ لان انتوا عارفين البيكنج صودا بتحتاج حاجة يا ليمون يا خل بيخليها تنفش كده وتبقلل كده، وكل ستة عارفة المعلومة دي. يعني على اساس ان احنا بنستخدمها في حاجات كتير حلويات وكده، فاكيد هي يعني معلومة معروفة. انا هقلب كويس خالص، انا عايزة احس ان البطاطس ممتزجة تماما مع الدقيق، فهبتدي افرفت كده، نعمله زي رمل البحر كويس قوي، رمل البحر المبلول طبعا، نجيبه كده بس عشان يبقى واضح. عايزه بس بطاطس تمتزج خالص. عارفين البطاطس والتفاح من الحاجات اللي بتطري العجينه، يعني بتبقى بديلا عن
الزبدة أو المواد الدهنية أو كده، بس مش في كل الوصفات، ليها وصفات خاصة، وصفات ومقادير خاصة. وأي حاجة بنشتغل فيها بدقيق خلي بالنا، أنا دايما بخلي معايا دقيق بزيادة، لأن أنا مضمنش بتختلف من نوع دقيق لدقيق، وخصوصا خصوصا الحاجات الخالية من البلوتين دي، يعني بتحتاج تجربة مرة واثنين وثلاثة وتعامل معاها بدقة وحرص شديدين جدا، لان انتوا عارفين ان الجلوتين ده هي المادة اللي بتشد في العجين في دقيق القمح. انا هغسل ايدي انا اتعمدت في الوصفة دي ان انا اجيب كل حاجة طبيعية، مش يعني حتى مش عايزة صلصة معلبة اي حاجة اشتريها جاهزة، الصلصة اعملها فريش. انا اول مرة اعمل معاكم صلصة فريش، بس للاطفال اللي عندهم حساسية الجلوتين او اي عنده او اي حد عنده الحساسية دي بقلق شوية من المنتجات وانا بجيبها، لان في حاجات بيبقى لا بيندرج تحتها، حتى معجون السنين، في معجون سنين يعني قريت يعني على جروب كده في مشتركين اللي فيه اللي هم عندهم حساسية السلياك، كانوا بيتكلموا ان في انواع معجون سنين فيها جلوتين، خلوا بالكم، كانوا بيتكلموا على الانواع ايه هي اللي كويسة، ايه هي اللي خالية من الجلوتين وكده، معجون السنين ومالتي فيتامينز الفيتامينات. طيب انا دلوقتي عايزة احط هنا حوالي معلقة خل عشان هي اللي هتشغلي البيكنج صودا، وهنزل بالراحة خالص على الخليط الجاف ده بالمية لحد لما يمتزج معايا. ريحة البطاطس اصلا عاملة جميلة قوي في العجين ما شاء الله. انا متهيألي يعني ان هي كده مش محتاجة اي مواد، هي كده محتاجة ان انا ادخل بايدي هعجن كويس قوي، لان يعني قلت لكم دقيق الخالي من الجلوتين التعامل معاه بيبقى بحرص شديد جدا عشان العجينه تطلع مظبوطه وما فيهاش اي اختلاف خالص عن العجينه العاديه. تمام قوي كده، انا حاسه بالبطاطس قوي، وعلى فكره هي العجينه المفروض تعمل كده، يعني العجينه المفروض تعمل كده، مش المفروض ان هي تبقى بتشد قوي او بحط فيها ايدي ترجع زي الدقيق الابيض اللي هو دقيق القمح. انا هسيبها ترتاح بس ثواني كده على بال ما نجيب الصينيه وندهنها زيت ونقطع كده البصل عشان احطه على العجينه والكلام ده. انا هحطها هنا على جنب، خليها تحت عشان الزحمه، واغسل ايدي. على فكرة يا جماعة انا تواصلت مع كذا حد في كذا جروب من الناس اللي عندهم حساسية السلياك واللي فعلا مجربين وصفات وعاملين وصفات، في ناس عايشة في مصر وفي ناس عايشة برا. انا بجد يعني لو محتاجين اي حاجة رسلوني وانا هتواصل معاهم على اساس ان احنا نوفر لولادنا يعني كل حاجة فعلا هما بيتمنوها. انا اكتر حاجة بتوجعني شخصيا ان انا احس ان في طفل محروم من حاجة، او اي انسان طبعا. انا دلوقتي هحتاج بس احط نقطة زيت، ده كتير الزيت. المنديل والفرشة،
نجمع بس. خلاص دي مش محتاجاها، وهنمسح الزيت كل ما ده اللي وقع مش محتاجينه. عايزه اقول لكم معلومه، النهارده بقى لي كام حلقه كده ما بتكلمش كتير، لما تيجوا تمسكوا ملح ترشوا بيه او كده، انا هبتدي افرد العجينه هنا، مش محتاجه ان انا افردها بنشابه خالص، لان هي مش يعني هتفك مني، مش هتستحمل، فانا هفردها بايدي كده، هبططها هنا بالراحه خالص. لما تيجوا تمسكوا بايديكم ملح او اي توابل، خصوصا الملح، يعني اغسلوا ايديكم على طول، لان ده صوديوم بيدخل جسمنا زي ما نحط كريم وبيتشرب على طول، بيتشرب على طول يعني. فنفس الحكايه ان الملح كمان جسمنا هياخده واحنا مش محتاجينه، فارجوكم اللي يلمس ملح بايده او حاجه يشطفها برده على طول، يعني معلومه كده على السريع. وهنفرد كده العجينه في ايدينا. طب ايه رايكم هفردها واشوفكم بعد الفاصل، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.